متموقعة في أعلى نقطة من خريطة الجزائر وفي أعلى قمة من قمم خريطة ولاية سكيكدا غربا، قرية مدفونة في عمق التاريخ البشري بدلالات ميغاليتية شاهدة إلى اليوم على المد الحضاري وبدلالات تاريخية شاهدة على انتفاضة الأجداد ضد المستعمر بألوانه المختلفة. عند الوقوف بجامع الخناق تشعر بكيفية اختصار التاريخ ومراقبة الجغرافية، جغرافية المكان والزمان، جغرافية الويدان واد زهور غربا وواد قبلي شرقا، جغرافية السهول سهل تلزة شرقا وسهل واد زهور غربا، بالإضافة إلى خليج واد زهور غربا وخليج تلزة الممتد حتى بنزويت شرقا. وعندما تقف كذلك بجامع الخناق تستنتج أن كلمة جامع نقطة التقاء للجغرافيا بالتاريخ والحضارة، نقطة التقاء للجغرافيا بالأنثروبولوجيا وبالطورة، وتتوحد في وسط طبيعي ينفرد بالألوان ويتميز بطير الغراب الذي ما زال إلى اليوم يراقب القرية. إنها قرية سيوان.